أنا 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 مبسوط كمان. يعني ما قدرت بدك تحكي معه؟ لك لا مو هيك، بس عم شوف اذا حدا متصل فيني. مين هو؟ واحد تافه. يعني بتعرفه؟ مو كتير. رفيقتي بعتت لي رسالة، قال رجع تبعت. منيح. بتعرف علي؟ خلينا نروح. اليوم وضعك مو عاجبني، أنت مو على بعضها. شو بكي خلص، قلت لك أنا منيح. يلا امشي. لا خلص شو بكي، طولي بالك. معلم، كاسين ويسكي لو سمحت. تفضلوا معي لو سمحتوا. ليش شو في؟ برا بتعرف. ما راح اتحرك لاعرف شو القصة. يا استاذ، هي الطاولة محجوزة، والشخص اللي حاجزها هلا بده يجي. لو سمحت تفضلوا معي. الحكي مانو صحيح وانا مستحيل اتحرك من هون. لا ترفع صوتك وتفضلوا معنا وبكل احترام، تفضل نحكي لك. علي شي خلاص. انت لا تدخلني ماشي؟ اسمعني، روح وسلم لي على سومر بيك اللي قاعد هني، وقول له إذا ما شبع من هذيك القتلة، فيني أعمل له غيرها. فضل. قاعد ايدك عني لو سمحت. خلص خلص فهمنا بقى، رح نطلع. جيبوا سيارة الأستاذ. والله لو مو الصبية معي كنت فرجيتكم قيمتكم. علي لو سمحت خلينا نمشي. وافي شوي. ليك انتوا ناس مو محترمين وما تفهموا بالذوق ابدا. امشي يا علي. وافي بقى، خلينا نروح من هون. خلص كتي طلع فيني، روح من هون وبلا ما توجع لي راسي، لأنك إذا ما رحت هلا بده يصير شيء ما رح يعجبك. نعم؟ شو بده يصير يعني؟ علي اتركه بحاله. لك أنا ما بسمح لحدا يهددني. علي خلينا نروح، الله يوفقك. ليك أنا حطيتك براسي، أوعى تنسى. مع السلامة. علي شو القصة؟ مين هاد سومر؟ ابوس إيدك يا نعمة سكري على هالموضوع.